مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الحياه اليوم. وكل سنه وحضراتكم طيبين. دار الافتاء المصريه اعلنت ان غدا الاحد اول ايام شهر شعبان. كل سنه وحضراتكم طيبين. 1442 هجريه. نستعد لاستقبال رمضان يا رب بكل الخير على مصر وكل المسلمين في كل انحاء العالم. النهارده بمناسبة بقى رمضان والتاريخ وكده، النهاردة عجبني جدا وتابعت تحرك رئيس الوزراء في وسط البلد القاهرة التاريخية. عايز أقول لحضراتكم أن هذا المشروع العملاق اللي كان بتوجيهات من سيادة الرئيس عرضناه هنا أو عرضناه في الحياة اليوم، عملنا عليه كذا حلقة وجبنا منهم حلقة، قعدنا نوري للناس التطوير اللي هيحصل في القاهرة التاريخية. لما اكلمكم على القاهرة التاريخية يا جماعة، انا مش بكلمكم على منطقة، احنا بنتكلم على مجموعة مناطق، على الخيامية والغورية ويعني وتحت الرب، يعني مناطق بتمشي فيها كده بتسلمك من حتة لحتة بين القصرين وقصر الشوق والسكرية، وتخش بقى على الاسلاميات، وتخش بعد منها على التاريخيات. مباني سجلت في التاريخ. سجلت في التاريخ يعني اصبحت من التراث الانساني. هل تتخيلوا إن المنطقة دي في وسط القاهرة فيها أكتر من 540 مبنى مسجل دوليا؟ مسجل دوليا يعني العالم كله عارف إن المبنى ده عندك. طبعا طول عمرنا زمان كنا لما نتمشى في الحسين ولا نتمشى هنا ونلاقي إيه، واحد بتاع بسبوسة فاتح في مبنى ولا فاتح في كذا ولا جاي عند سبيل ولا رايح في الحتة الفلانية، وتكون دايما بنمصمص شفايفنا نقول والله احنا عندنا تراث غير طبيعي ومن اجمل ما يمكن. لما تبدا فيه بقى مخطط كبير، والمخطط ده انا عايز اقول لكم دي خطه لتطوير بشكل كبير جدا جدا المنطقه دي كلها، المنطقه دي كلها باكملها. طبعا طلعت 500 شائعه. النهارده راح دكتور مصطفى مدبولي ولف زي ما حضراتكم شايفين اهو، شاف هذه المنطقة وقعد مع الناس والتقى بالناس ولف هنا واتكلم هنا وعلى بتوع الخيامية. عايز اقول لكم رقم واحد، رقم واحد لكل الناس اللي فاكرة ان في ازالة وفي حاجات هتحصل، يا جماعة الكلام ده غير صحيح، ودي معلومة مغلوطة ومضللة. ليه؟ لان هو محتاج المباني دي علشان يبني الشارع ده، محتاج الحرف والمحلات دي علشان يبني الشارع ده. اتفرجوا على وزير السياحة وعلى رئيس الوزراء وهو بيستمع بقى ايه، دول المعلمين الكبار، دول الناس اللي فاتحين دكاكين بقى والناس بتيجي تزورهم في قلب القاهرة القديمة. بصوا المعمار الرائع اللي عندنا اللي ممكن يتحول الى منطقة جذب سياحي ومنطقة غير مسبوقة للتسوق السياحي والحرف اليدوية. وتعدوا لكم هناك الخيامية وعندنا النحاسين وعندنا مناطق عايز اقول لكم ملهاش اول ومن اخر. والطريق المقترح اللي احنا قدمناه في مناطق فاضيه بداوا يبنوا فيها تجمعات علشان يبدا الناس تيجي، واسواق وحواديت. تفرجوا لما تتمشى هنا، بصوا المباني اللي مكتوب عليها ده مبنى ايه وده مبنى ايه وده سبيل وده سوق وده كان تجمع وده 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 وده. مصر غنيه جدا جدا. انما اوعوا تسمعوا للكلام اللي بيتقال والشائعات اللي عماله تطلع حول ان هم هيفضوا وهيعملوا دي وكاله مثلا اللي طالع فيها رئيس الوزراء دي. اتفرجوا على الجمال وكالات دي اللي هي ايه كانت، يعني لو انا حبيت اقولها زمان دي الاسواق، ده كان السوق المجمع، الغلال توصل في الوكالات والوكالات تعمل كذا او الجوامع القديمه. بصوا الجمال المعماري، وبصوا الانسيابيه، بصوا المشربيات، بصوا الشغل، بصوا الحواري، بصوا جمال بلدكم عامل ازاي، بصوا جمال مصر عاملة ازاي، وتقدر انك انت تستغلها صح وتنظفها بقى ويبقى السائح ماشي وما تبقاش معدي في الشوارع تلاقي اسلاك طالعة مش عارف مين ومجاري طفحة مش عارف فين وطوب مكسر مش عارف ومين معدي راح ضرب بإزاز بطوبة. الكلام ده كله بقى هينتهي وتتحول هذه المنطقة الى منطقة سياحية جاذبة شغالة، هتشغل العيال وهتشغل ولادهم وهتشغل القدام. بصوا من الخرائط اللي معمولة والدراسات اللي معمولة، احنا لأول مرة يا جماعة بجد نلمس في مصر ان هناك تخطيط جيد وتخطيط كبير جدا، يعني ما عادش بيجي ياخد شارع ولا غيره. وقبل ما اكمل معاكم اسمحوا لي، ولكل واحد له حق لازم ياخد حقه،
اسمحوا لي أن أوجه تحية إلى الوزير الفنان وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، أول واحد شفته في حياتي يتحدث عن المنطقة دي. طبعا وزراء وثقافة كتير جدا كانوا في مصر، إنما اللي جابني وقعد يوريني خرايط ويلمس الخرايط والحيطان دي ويشرح لي ويقول نفسه ويحاول يجيب دعم ويحاول يعمل لنا حاجة وعمل منطقة وحاول يعمل هنا وحاول يعمل هنا، وإحنا كشعب اللي كنا بنخسر كل اللي كانت بتحاول وزارة الثقافة تعمله. إحنا كشعب الأمانة خلينا نكون واقعيين وواضحين جدا، لما يحطوا حاجات في الأرض تمنع دخول العربيات فنيجي نكسرها لهم بالليل، لما نمنع نوقف هنا مش عارف مين فنبص لقى واحد داخل بعربية بليلة وواحد داخل مش عارف بإيه وحد راح واقف يعمل غزل البنات جنب مش عارف مين في مدخل إيه. طبعا التنظيم مهم ومطلوب، وأول نقطة في الحفاظ على التراث هو الشعب مش الحكومات. إنما النهاردة الحمد لله توفرت الإرادة وتوفرت التوجيهات وتوفرت الميزانيات، والرسالة اللي قدمها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء النهاردة قال إن إحنا ملتزمين بالحفاظ على كافة مناطق القاهرة التاريخية لأن ده كنز حضاري للدولة المصرية. وأيضا قال أصحاب الناس بقى المحلات والكلام ده كله إن إحنا هنطور المنطقة للحفاظ على ما بها. خلينا نشوف جزء من تصريحات رئيس الوزراء النهاردة. اللي عايز أطمن حضراتكم عليه، يعني إذا كنت أنا كراجل النهاردة مسؤول في مكاني وبقول إن أنا عايز أخد شجاعة قرار إن أنا أبدأ أدخل أطور هذه المنطقة كتطوير شامل باللي أنا اتعلمته من ورقكم ومن دراساتكم، أن الموضوع مش فقط إن أنا أرمم كم مبنى أثري وأقول إن أنا كده طورت القاهرة التاريخية. أنا بتكلم على ثوابت هنشتغل عليها، وإذا كان هناك خلاف على هذه الثوابت قولولي من البداية. إحنا ممكن نختلف على شكل مشروع، أنا مش عاجبني المبنى اللي أنت هتطلعه في المنطقة دي وأنت كده غيرت هنا ولا تعمل، لكن في ثوابت بالتأكيد عايزين نتفق عليها، ودي اللي أنا في يقيني المفروض هي دي الثوابت اللي بنتحرك عليها. هذه هي منطقة تراث عالمي، التراث العالمي لأسلوب في إدارته والتعامل معاه. الهدف هو الحفاظ على هذه المنطقة مش على المباني الأثرية فقط اللي موجود فيها، الحفاظ على النسيج الحضري اللي بيميز هذه المنطقة. أنت شفت رئيس الوزراء قاعد إزاي ولا لأ؟ رئيس الوزراء قاعد على الستيج على الأرض كده قدام الناس بيكلمهم بجد. طبعا هو بيتكلم بجد سواء واقف او قاعد، انما البساطه في ان تتعامل مع الناس هناك وانك انت تفهمه. على فكره وده حاجه رساله للناس، انا هجيبها لكم على بلاطه، الدوله محتاجه المكان ده والحكومه محتاجه المكان ده، فهي ما تقدرش تزيل المكان ده اساسا لان هو هيبقى نقطه دخل كبيره جدا جدا للدوله وكبيره جدا جدا لكل اللي شغالين هناك، والمنطقه هتتوسع والمنطقه هتبقى عنصر جذب غير طبيعي في السياحه. على الهاتف المهندس محمد الخطيب استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية. مساء الخير يا باشمهندس. اهلا وسهلا فندم. انت كنت ضيفي في الحياة اليوم وشرحت ووريتنا الخرائط وجزء من هذه الخرائط، شعورك ايه النهاردة وانتم بدأتم بقى تتحركوا بشكل جدي اكتر وتنزلوا المناطق المختلفة وزيارة رئيس الوزراء؟ الو ايوه يا فندم سامعك اتفضل. ايوه حضرتك، يعني الحقيقه النهارده يعني تقدر تقول يوم مختلف جدا في بالنسبه لنا، مش بس بالنسبه لي انا كمعماري ومخطط مهتم بالقاهره التاريخيه. الحقيقه هو يوم مهم جدا لكل محبي والخبراء والقاطنين وساكني القاهره التاريخيه. يوم مختلف وشديد التميز، ان لاول مره على المستوى ده من القياده السياسيه ان ينزل رئيس الوزراء شخصيا يعمل حوار مجتمعي بنفسه مع الخبراء ومع سكان المنطقه والحرفيين فيها، بحيث يتناقش معاهم ويقول لهم يعني الدوله ناويه تعمل ايه
وياخد كمان فيدباك منهم. يعني احنا يعني الحوار ده الحقيقة صحي جدا ومهم جدا ومؤثر جدا وبيزري الموضوع بشكل كبير جدا. فالحقيقة اليوم النهاردة تقدر تقول حضرتك يوم تأسيسي مهم جدا ويوم فارق في القاهرة التاريخية، ان رئيس الوزراء بنفسه يقول هيتعمل ايه والدولة ناوية تخش ازاي وناوية تصرف قد ايه وايه الميزانيات المرصودة لده وقد ايه الارادة السياسية، وان يتكلم مع الناس فرد فرد، يتكلم مع الحرفيين والناس البسيطة تتكلم على مشاكلها. الحقيقة ده شيء رائع جدا وما كانش متاح قوي. الحقيقة ده مهم قوي. ده صحيح نفض. هذه الارادة قل لي احنا هنبدأ نشوف ملامح امتى؟ انتوا بدأتوا البنى، انا شفت بنى بقى ورا مجرى العيون وفي مناطق معينة كده بدأ فيها دخول آلات ضخمة، الأراضي الفاضية هنشوف امتى؟ هنبدأ نشوف تغيير امتى؟ هو الحقيقة التدخل في مجرى العيون، في منطقة مجرى العيون تدخل مختلف شوية، لأن الحقيقة هو المنطقة كانت منطقة متدهورة جدا فتمت الإزالة وحيتم التعامل معها كمنطقة فضاء. لكن التعامل في القاهرة التاريخية تعامل مختلف خالص، لأن يعني ما تقدرش تزيح حاجة هناك انت. بالضبط، احنا بنتعامل مع نسيج عمراني يجب احترامه. القاهرة معلنة ممتلك تراث عالمي بناء على ان نسيجها العمراني متميز وبيعبر عن حقبة تاريخية مهمة جدا في تاريخ القاهرة، فيها مجموعة من الحرف ونمط الحياة المعاش فيها مازال زي ما هو، وده لازم نحافظ عليه بسكانه بعاداته وتقاليده بأسواقه بحرفه. وكمان فيها مجموعة من الأثار اللي لازم نعيد استخدامها ونرممها ونحافظ عليها. فالباكج دي على بعضها، الثلاث عوامل دي مع بعضهم لازم يتفاعلوا مع بعض. والحقيقة احنا ده مفهوم الدولة في التدخل جوه القاهرة الفاطمية. لأن مش هنقدر طبعا نعمل لا في إزالات، لكن طبعا الإزالات هتتم على حاجات محددة جدا وانتقائية جدا اللي هي بتضر القاهرة التاريخية، اللي هي التعديات التي تمت بشكل فج للغاية. بالضبط، وبعض الاستعمالات اللي هي خطيرة جدا، تواجدها خطير جدا على القاهرة التاريخية، زي المغالق الخشب، زي المصانع، زي المخازن. تخيل حضرتك أغلب الحرائق والمشاكل الكبيرة اللي تمت في القاهرة قبل كده كانت تمت بسبب الممارسات والاستخدامات الغير ملائمة جوه القاهرة التاريخية. طبعا والمكان ده والمكان ده بعد التطوير هو مين اللي يروح يعمل مخزن هناك؟ يعني بعد ما انت تطور الأرض دي هتتباع بالسنتي. بالظبط كده، بالسنتي يعني ده سعرها هينط 100 مرة. هي أرخص المناطق دلوقتي. تخيل حضرتك رغم القيمة الشديدة للقاهرة التاريخية هي أرخص المناطق، وعشان كده بيروح لها استعمالات لا تتناسب معاها لانها رخيصه. بالظبط كده، احط فيها مخزن، احط فيها مصنع، احط فيها مغلق، انشطه ملوثه كتير جدا. الفوضى العارمه اللي موجوده في القاهره التاريخيه، المرور يعني كل ده هيبدا. كل ده انتوا عندكم مخطط كامل لهذه المنطقه بما فيها المرور، بما فيها الشوارع اللي هتتقفل للمشاه فقط، بما فيها التطوير، بما فيها وجهات المباني، بما فيها تطوير المباني، كل ده انتم مستعدين له مش كده؟ بالظبط بالظبط يا فندم. مهندس يعني محمد الخطيب، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، استشاري مشروع تطوير القاهره التاريخيه. انا سعيد يا جماعه، والله سعيد، والله أنا سعيد، بسمع حاجات والله صدقوني بجد الناس دي شغالة في كذا حتة، في كذا منطقة، وفي مشاريع بتستطعمها كده لما وتشمها وتشعر بأهميتها. تخيلوا احنا عاملين متاحف جديدة، تخيلوا احنا رايحين نعمل استكشافات جديدة في الآثار، تخيلوا احنا شغالين على القاهرة التاريخية، تخيلوا احنا نازلين في الأقصر بنشتغل وبنعمل مش عارف كذا في الأقصر، وشغالين على طريق الكباش في الأقصر. انتوا بتتكلموا نحن نستعد للعالم خلال 3-4 سنين في وش تاني للسياحة، في وش تاني. اتفرجوا على المحميات الطبيعية بنعملها ازاي ونطورها وبنفتحها، اتفرجوا على الشواطئ بنحضرها، اتفرجوا على كل الكلام ده في وش تاني للجذب السياحي. شبابنا هيشتغل. على الهاتف دكتور مصطفى وزير الامين العام مجلس اعلى الاثار. مساء الخير دكتور مصطفى. مساء الخير يا فندم، مساء الخير للساده المشاهدين. الف مبروك على هذه التحركات على القاهره التاريخيه. الفضل كله
الحمد لله للقيادة السياسية ولدولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اهتمام غير عادي بمنطقة تعد من أهم المناطق المسجلة على قائمة التراث العالمي اللي سجلت سنة 1979 لدى اليونسكو. بالضبط كده يا فندم. جولة رئيس الوزراء بدأت تقريبا تمام الساعة 10 صباحا تقريبا. كان معالي وزير السياحة والآثار، معالي محافظ القاهرة، والحمد لله شرفت بهذه الجولة الجميلة. بدأنا بقصبة رضوان، مشينا الخيامية، توقف دولة رئيس الوزراء مع أصحاب المحلات، كان عندهم شكوى أنه بعض النشطاء ضللوهم بمعلومات خاطئة أنهم هيتزالوا، أنهم هيتشالوا، أنهم هيضروا. وعد تماما الكلام ده ليس له أي أساس من الصح نهائيا. اشتكوا البعض أن ما فيش حركة سياحية سواء كان سياحة خارجية أو سياحة داخلية. طبعا السياحة الخارجية عشان كوفيد-19، سياحة داخلية الحقيقة قال لهم انه في عشوائيات كتيره جدا جدا جدا، المكان يحتاج ان هو يتطور باكتر من كده بكتير، يليق بالعبق التاريخي بهذا المكان الفريد المتميز ويليق بالناس اللي فيه ويليق باهله ويليق باهله. بالظبط كده. حركه التكاتك داخلها، الناس طبعا بعض اصحاب المحلات غيروا الحرفة التراثية المميزة لهذا المكان، اتقلبت مثلا محلات موبايلات، محلات بس يا دكتور مصطفى انا مش قلقان من الكلام ده كله، لان لما انت ترجع له السياحة تمشي في الشارع تاني هو بنفسه هيعود مرة اخرى للحرف. هو ترجع السياحة بحاجتين مهمين جدا. الحاجة المهمة ان احنا نطور هذا المكان، والحقيقة انا بحب اسميه دايما مش تطوير، هو احياء وارتقاء في هذا المكان. مكان مهم، مكان يليق فعلا انه زي ما هو موضوع على التراث العالمي، يكون في ديستنيشن مهم جدا للحركة السياحية الداخلية والخارجية بتميز اصحاب هذه الحرف. الحقيقة اللي ايديهم تتلفف حريري سواء كان الخيامية، اهالينا اللي بيعملوا الحاجات التراثية الجميلة، بالظبط كلهم هيتشكلوا عنصر جذب سياحي غير طبيعي في هذه المنطقة. دكتور مصطفى وزير الامين العام لمجلس اعلى الاثار، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. نطلع فاصل وهنرجع تاني نكمل مع حضراتكم الحياة اليوم. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي نقص أي سلع أساسية بجميع المحافظات بسبب أزمة كورونا. وزيرة التخطيط تعلن 150 مليار جنيه لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة العام المالي المقبل. وزارة التربية والتعليم إنشاء 3 مدارس حكومية بالعاصمة الإدارية ومنح موافقات ل 31 مدرسة خاصة. وزارة التعاون الدولي تعلن تمويلات تنموية بقيمة 443 مليون دولار لقطاعي النقل والبيئة. وزير القوى العاملة يسلم 3306 بوليصة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة والصيادين بالبحر الأحمر. إعادة فتح ميناء الغردقة البحري واستئناف الحركة الملاحية. وزارة الداخلية تحرر محاضر لأحد عشر ألف شخص خلال 24 ساعة بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية. اتحاد الكرة يصرف 4 ملايين جنيه مكافآت متأخرة للمنتخب قبل مباراتي كينيا وجزر القمر. بعثة النادي الأهلي تغادر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا. هيئة الأرصاد الجوية تعلن غدا شبورة على الطرق وطقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والعظمى 24 درجة. عدنا إلى حضراتكم مرة تانية. تركيا، أنا عايز أتكلم في التصريحات اللي قالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مصر. بصوا أنا عايز يعني إيه، هي نفس التعليق اللي أنا هقوله ببساطة شديدة جدا. أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب. وطبعا في أمثلة تانية أخرى، ولكن إحنا يعني
احنا هاجمنا الرئيس طيب اردوغان او رجب اردوغان كتير، لانه حريص دائما وكان حريص دائما على مهاجمة مصر وعلى مهاجمة النظام المصري، وكأنه نصب نفسه حاكما وهو اللي فاهم مصلحة الشعب المصري فين. واحنا كشعب، وانا بطلع بقى الحكومة بره الليلة دي خالص كده، احنا كشعب مش قابلين ما فعله رجب طيب اردوغان في مصر، ولا استضافة تركيا للقنوات اللي نازله شتيمة وهجوم، ولا البرامج بتاعت زعيط ومعيط ونطاط الحيط اللي طلع لنا وقاعدين يسبوا في مصر، ولا استضافته لقيادات الإخوان وحواديت الإخوان. كل التاريخ، خدوا بالكم يا جماعة، يعني وأنا عايز أفهم الناس وأفكر الناس كلها حتى بتركيا، يجب أن يتم دراسة نفسية الشعب المواطن المصري، لأن قيادات مصر بتيجي عند منطقة معينة كده وتبقى نفسية المواطن وحالة المواطن وقناعة المواطن مش قابلة مصر. أنا ما سمعتش عيبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما سمعناش عيبة. سيبكم مننا، احنا كإعلام ردينا في بعض الأوقات، وكان ممكن نرد قد كده 100 مرة عليه وعلى غيره، بس ما رضناش. كنا بنرد في مناطق معينة في أوقات محددة كده، نروح طالعين لأن مش قادرين بقى. إنما عمرك سمعت كلمة غلط صدرت عن رئيس مصر ضد تركيا؟ أبدا. وأتحدى كل اللي قالوا التدخلات، قال مش عارف مين، الناس اللي بيعملوا، بيتكلم دبلوماسيا وبيتكلم سياسيا بشكل جامد. النهاردة بدأت تسمع كل يوم تصريحات، وإحنا بنحبكم وإحنا مش عارف مين. أردوغان خرج الجمعة وقال إن إحنا عملية تعاوننا مع مصر في مجالات المخابرات، خدوا بالكم، في المخابرات والدبلوماسية والاقتصاد مستمرة بالفعل، لا توجد مشكلة في هذا، لا توجد مشكلة في هذا، وأن الصداقة بين الشعبين المصري والتركي أكبر من العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني. لا بقى معلش، لا بقى معلش، وأنا بقى إيه، أنا آسف جدا على هذا. مفيش حاجة اسمها الكلام ده، ولا يجب أن يدخل أحد ويقول والله أنا علاقتي بيك أحسن من هنا وهنا. أنا آسف جدا جدا على هذا الكلام، هذا كلام عودة إلى نظام وإلى تاريخ إحنا مش عايزين نخش فيه. القضية مش كده إطلاقا، إحنا بنحب اللي بيحبنا، إحنا بنحب اللي بناكل معاه عيش وملح، إحنا بنحب اللي يقدر العيش والملح، إحنا بنحب اللي يقف جنبنا أو على الأقل يكفينا شره. يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسل منك، بناقص خالص. وحتة العلاقات التجارية بقى، الناس اللي لسه بتستورد من عندك عشان أسعار واطية ولا حاجات كده، وإحنا بنستورد من كل دول العالم يا سيدي، بنستورد منها كلها على الإطلاق. أنا من الملاحظ جدا، وإن ده تصريحات بقى رسمية، وكالة الأناضول بقى عمالة تقول، وجاويش أغلو خرج اللي هو وزير الخارجية بيتكلم إن في اتصالات مع مصر على مستوى المخابرات وعلى مستوى وزارة الخارجية، والتحركات اللي عمالة تحصل من تركيا والتصريحات اللي عمالة تحصل في تركيا في الأيام الماضية. أقول هل مصر اللي جابت المعارضة ولا جابت الناس اللي بتهاجم وتضرب الأسس التركية وجابتهم هنا؟ احنا فتحنا لهم قنوات، احنا استضفناهم، احنا استضفنا الأموال وأخدنا أموال علشان نبعت ميليشيات في كل حتة في العالم حوالين مصر علشان نقود الأمن المصري. هل احنا دعمنا ميليشيات وجبناها مسلحة وزرعناها في دول عربية علشان نعمل مخطط علشان المد التركي؟ هل احنا اللي رحنا احتلنا سوريا؟ هل احنا اللي رحنا عملنا مشاكل؟ كل الكلام ده أخباره إيه؟ كل الكلام ده أخباره إيه؟ ماذا سيتم فيه؟ على الهاتف الأستاذ الكاتب الصحفي والزميل أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، زي حضرتك أستاذ محمد، زي حضرتك أم. رأيك إيه في تصريحات رجب طيب أردوغان والتصريحات التركية المتتالية بقى لعدة أيام؟ طيب، ده التصريح رقم 5 خلال 13 يوم بالظبط كده منذ مطلع شهر مارس. مجموعة انت قاعد ترصدهم. التصريحات رسمية لمسؤولين رسميين في النظام التركي، وصل الى قمة
او راس النظام اردوغان يتحدث بالامس بالاحاديث اللي حضرتك اشرت ليها. اول حاجه هو على ما يبدو لا يتفهم امورا دبلوماسيه، ينبغي عليه انه يراجع وزير خارجيته علشان يفهموا ان هناك علاقات دبلوماسيه منتظمه. العلاقات الدبلوماسيه تتم على مستوى تمثيل يتناسب وحجم العلاقات المصريه التركيه. نمره ثلاثه، الاعتماد في هذه العلاقات على دوله الاعتماد. يعني في دوله تعتمد العلاقات القائمه بين البلدين، البعثه الدبلوماسيه المصريه تلجا لها في تركيا والبعثه التركيه تلجا لها في مصر. ده مستوى التمثيل الدبلوماسي الذي يليق والسياسات التركية مش تجاه. أشكرك بالضبط كده بالضبط كده، وهو وهو من أنواع أقل تمثيل دبلوماسي ممكن، لكن يراعى في مصلحة الشعب التركي اللي بتربطه بالشعب المصري روابط كبيرة لا يمكن إنكارها زي بقية شعوب الإقليم. أشكرك. ليه زي بقية شعوب الإقليم؟ لأن مصر هي الحاضن لثقافات الإقليم. مصر هي اللي بتشكل الهوية التي زادت فيها ثقافات متعددة في إقليم حوض البحر المتوسط، وثقافات إفريقية وثقافات عربية، علشان تشكل في النهاية الشخصية المصرية اللي احنا شايفينها النهاردة. فلا فضل لأحد على تكوين الشخصية المصرية، ولا يمكن لأحد انه يزايد على المواطن المصري او الشعب المصري او القيادة السياسية المصرية في تحديد اولوياتها وخياراتها. الشعب المصري يحدد خياراته واولوياته وفقا للسياسات الموجهة تجاه بلده، والقيادة السياسية المصرية تعبر عن رغبة هذا الشعب وتفرض ما تراه ملائما لحفظ الامن القومي المصري عبر قرارات وعبر اتفاقيات سواء تاريخيه او جديده بتحقق من خلالها مفهوم الامن القومي المصري بمفهومه الشامل. الدوله المصريه وهي بتتوجه في علاقاتها مع كافه دول الاقليم هدفها تحقيق السلم والامن والتعاون بين كل الشعوب الشقيقه. أساسها روابط حسن الجوار، أساسها التزام العلاقة على أساس احترام سيادات الدول الأخرى، على أساس عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. وفي الحقيقة إذا رغب النظام التركي في يوم من الأيام أو تطلع لكي يحسن أو يرفع من درجة التمثيل الدبلوماسي القائم الآن مع جمهورية مصر العربية، عليه أن يراجع سياساته تجاه الدولة المصرية بس، تجاه الأمن القومي العربي، تجاه الأمن في منطقة الشرق المتوسط. أستاذ أحمد، هو مش في شوية مطالب كده بقالنا هي نفس المطالب المصرية احنا مش عايزين منهم يعني احنا أنا مش عايز منه يفيدني في حاجة، أنا كل اللي عايزه أن في شوية مطالب أساسية حتى تظهر تركيا أو تظهر تركيا بالنسبة لنا وللوطن العربي كله أنها لا تسعى للدمار ولا تسعى للفرقة ولا تسعى، مش في مطالب بسيطة نحددهم يا دكتور شردي؟ تفضل يا ريت. احترام سيادات الدول. أشكرك. احترام نظم الحكم وعدم التدخل لقلب نظم الحكم القائمة. أشكرك. التوقف عن دعم الإرهاب. عدم توفير الحضانات اللوجستية للتنظيمات أو المنظمات التي تبث عبر القنوات الإعلامية الموجهة بما يضمر سوءا للأنظمة العربية المختلفة عدم تمويل التنظيمات الإرهابية، عدم إرسال الميليشيات إلى دول أخرى طبعا، عدم استخدام الميليشيات والتنظيمات الإرهابية والإجرامية في حروب بالوكالة من أجل إسقاط الدول الوطنية مزيد من قوتها وهيبتها وسيطرتها على أراضيها، وتغيير منظومة القوة على الأرض لمصلحة أطراف يتصور أن هي تتماهى أو تتماشى مع النظام التركي في غيه نحو استعادة أحلام. بعد هذه التصريحات بات واضحا انها باتت اضغاث احلام
وأن الدولة المصرية ماضية في طريقها وفقا لمبادئ الحق والخير والجمال، وهي المبادئ الأبدية الثابتة اللي بتعكسها السياسة الخارجية المصرية على طول تاريخها، واللي عكستها الدولة المصرية بقوة في استراتيجية واضحة وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعكستها سياسات وزارة الخارجية المصرية منذ العام 2014 وحتى يومنا هذا. الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير السياسة الدولية، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. عايز أقول لكم كل المطالب المصرية أو العربية أو العالمية أو الدولية من تركيا هي الأساسيات بتاع دول العالم، أساسيات التعاون الدولي. لا تتدخل في شأن غيرك، لا تعتدي على غيرك، ما تروحش تدفع فلوس وتدرب ميليشيات وتسلح الميليشيات وتبعتها جنبي وتبعتها عندي علشان تدمرني وتسعى إلى هذا. ما تخرجش تقعد تحكم عليا وتقول لا ده لازم يمشي وده لازم يقعد وده يروح وده كل هذه الأشياء هي ألف ب السياسة الدولية. وأنا عايز أقول لكم، هو أنا لما أقابل حد أنا مضايقه وشتمه وطالع أنتقده نقدا عنيفا جدا جدا، أرجع بعد كده أقول له حبيبي ده أنت حبيبي وطول عمرك إحنا أخوات. طيب انا عايز اقول لكم تليفونين النهارده مهمين جدا عملهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. اجرى النهارده تليفونين الرئيس عبد الفتاح السيسي، اولا مع السيد محمد المنفى اللي هو الرئيس الجديد لمجلس الرئاسي الليبي، وايضا مع رئيس الحكومه الجديده الليبيه الجديده عبد الحميد الدبيبه، مهنئا لهم على إصدار البرلمان الليبي ثقته في الحكومة الجديدة. عايز أقول لكم أيضا الرسائل الواضحة جدا الواضحة جدا، إن احنا نتمنى أنكم تكملوا وتبدأوا بقى عملية الإصلاح، أنكم تبدأوا وتكملوا في عملية الترابط ما بين الأطراف كلها داخل ليبيا، علشان القادم مهم. أن مصر واقفة معاكم علشان تعود ليبيا وتقف على رجليها وتكون موجودة كدولة عربية واحدة موحدة، وكل هذه الأشياء هي أمنيات مصر. شوفوا احنا بنعمل ايه مع جيراننا وقدرنا ان احنا نوصل بيهم لغاية فين، وكان يجب ان احنا نهنيهم ان هم قدروا يصلوا الى هذه المرحلة. وده بقى اللي ينقلني على طول كده من ليبيا اطير بيكوا على جنيف. يعني انا عايز اروح جنيف. طبعا انا عايز اقول لكم حاجة، لم يخرج في العالم، طبعا جنيف دي اللي فيها الأمم المتحدة ودي الجمعيات الخاصة بالأمم المتحدة، يعني كل شغل السياسة بيحصل في نيويورك والجمعية العامة والعموميات والحواديت دي كلها، إنما في جنيف وفي سويسرا والكلام الجميل قوي ده اللي موجود فيها الجمعيات بقى وبعض الوكالات المختلفة التابعة للأمم المتحدة، ومن ضمنها الوكالة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان الأممي. في بيان صدر النهاردة من هذا المجلس بينتقد، بالأمس صدر البيان بينتقد موقف حقوق الإنسان في مصر، وفي 31 دولة ماضية على هذا البيان أو بتعتمد هذا البيان. عايز أقول لكم إن في بيانات كتير صدر لعدة دول كتير قوي. طبعا أول حاجة بقى هتبص فيها تلاقي إن أمريكا هي اللي قايلة مش عارف كذا، وإن مش عارف مين ماضي على الحاجات دي. وطبعا هذا البيان أدى إلى حالة من رد الفعل المصري، الخارجية المصرية ردت على مجلس حقوق الإنسان وقالت أن ما يذكر في البيان الخاص بهم ده أحاديث مرسلة ومعلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة. طبعا مجلس النواب المصري أيضا انتقد وأصدر بيان يرد فيه على هذا الكلام. تنسيقية شباب الأحزاب أعلنت أنها تابعت ما صدر وان هي معربة عن استهجانها لنهج تناول الاوضاع الداخلية في مصر وفقا لمزاعم ومعلومات مرسلة. كويس. السياسة بقى بدأت تخش في ان الاحزاب بدأت تصدر، حمات وطن استنكر بيان مجلس حقوق الانسان وقال انه تضمن مغالطات مغيرة للحقيقة. عايز اقول لكم ان عدة جهات مختلفة تخرج للرد على هذا البيان الصادر من مجلس حقوق الإنسان الأممي. على الهاتف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. مساء الخير سيادة النائب. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا بيك.
ما هو ردكم؟ ما كان الرد؟ انت راجل رئيس لجنة حقوق الانسان وفجأة يخرج من جنيف مثل هذا البيان عن مصر. هو بداية بشكر حضرتك على السرد الذي تفضلتم بعرضه على السادة المشاهدين، ولكن خليني بس اشرح لحضرتك العلاقة، لانه مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة المعني او المنوط بالرد هي المؤسسة الخاصة بالسلطة التنفيذية، وفي هذه الحالة هي وزارة الخارجية المصرية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن السيد وزير الخارجية السفير سامح شكري هو رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان التابع لمجلس الوزراء. يمكن احنا كان الرد بتاعنا جاهز، ولكن انتظرنا إلى أن يتم صدور البيان الرسمي من قبل وزارة الخارجية المصرية، ومن ثم طلعنا البيان بصفتنا اللجنة المنوط بها الرد من قبل السلطة التشريعية. لا ثانية واحدة يا أستاذ يا سيادة النائب، حضرتك بتقول لي إن المفروض مش أنت اللي ترد أساسا، ده السلطة التنفيذية اللي ترد، مش كده؟ بالضبط يا فندم، لأني أنا برد على البرلمانات، سواء كان برلمان مثلا الاتحاد الأوروبي أو الكونجرس الأمريكي أو برلمان دولة معينة. ايوه، انما اللي يرد على مجالس زي مؤسسه او منظمه او اتحاد او ما الى ذلك، المنوط بها السلطه التنفيذيه هي الجهه التي تقوم بالرد على هذا او هذه المؤسسه. ولكن ايضا حضرتك في موقف انت مراقب للسلطه التنفيذيه. بالضبط كده. وانت رجل تستطيع ان تحكم على اداء السلطه التنفيذيه في مجال حقوق الانسان، فأنت أكثر مصداقية عندما تتحدث أمام العالم ردا عن ودفاعا عن مصر أكثر، لأن أكيد وزارة الخارجية هتخرج تقول مفيش، إنما لما أنت اللي تخرج وتتكلم وترد عليهم تقول لهم أنا اللي براقب، لا تتدخل، أنا اللي بقولك. صحيح، ولذلك إحنا يعني كنا قررنا كهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، قلنا أو اتخذنا قرار إنه الرد الخاص باللجنة يصدر بعد بيان الخارجية، علشان الناحية الشكلية أو البروتوكولية لجهات الرد. ولكن عندما نمسك يعني نتناول البيان الصادر من هذا المجلس، هو بيان لا يتعدى الصفحة، جاء في طياته كلام مرسل بدون أدلة أو بدون قرائن أو بدون جهات يتم التوثيق، أو بيانات موثقة سواء كانت من السلطة التشريعية وهي المنوط بها الرقابة على أعمال التنفيذية، ومن ثم أصبحت هي المظلة التي لا بد أن تستقي هذه الاتحادات أو المراكز أو البرلمانات أو الجهات الخارجية المعلومات لها. أعتقد أن ما لمسناه في البيان الصادر بالأمس، وأنا مش شايفه بالشكل اللي هو الضخم جدا، ولكن يؤخذ على الدول التي قامت بالتوقيع على مثل هذه البيانات. الخط قطع. عايز اقول لكم اسمحوا لي اكمل، لان انا الحقيقه عاشرت الناس بتوع جنيف دول كتير قوي، ورحت المجلس ده واجتمعت معاهم عده مرات. أنا عايز أقول لكم حاجة، وحاجة بسيطة جدا وحاجة سريعة جدا جدا، يمكن النائب طارق رضوان ما يقدرش يقولها لأنه رجل بيتحدث بدبلوماسية شديدة جدا. دي كلمات إنشائية بتتحط في بيانات، وتخش كل الدول تمضى على النبي يا عم امضي لي على الورقة دي، وأنت تمضي لي على الورقة دي، وتروح طالع 20 30 بيان علشان كله يكون مخلص القعدة بتاعة المجلس ده والحدوتة دي، وهي انتقادات بتيجي عن طريق بقى تقارير، واللي مدخل من هنا تقرير واللي رايح من هنا تقرير، وكل هذه الأشياء احنا بنسميها في العرف الدبلوماسي والسياسي عندما نتحدث هي البيانات الإنشائية. أنتقل بكم إلى ما هو أهم بالنسبة لينا. على فكرة في النهاردة مؤتمر عملته مكتبة اسكندرية بتناول مشروعات التنمية الكبرى في مصر، وأنا عجبني جدا المؤتمر ده، هسيب حضراتكم مع تقرير حوله، وهي مصر بتتغير. جميل جدا إن احنا نبدأ نعرض هذه المشروعات ومشروعات التنمية الكبرى في مصر من مكتبة الاسكندرية.
حياة كريمة، تطوير القرى، تنمية الصعيد، مكافحة الفقر وغيرهم من المشروعات التنموية اللي بتسير على خطاها الدولة المصرية، تم عرضها من خلال مؤتمر مصر تتغير اللي أقامته مكتبة الإسكندرية لتقديم رؤية وطنية لبناء المستقبل. احنا حابين نوضح للمواطن في مصر كلها ازاي احنا كنا فين وبقينا فين. هم اتكلموا بشكل عام، لكن الحقيقه انا فضلت ان اتكلم عن محافظه الاسكندريه والمشاريع الضخمه اللي فخامه رئيس الجمهوريه عملها في اسكندريه، سواء مشروع تطوير محور المحموديه او مشروع بشائر الخير اللي هو يعني حمى عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة والبسيطة، مشروع حياة كريمة اللي احنا شغالين فيه في برج العرب، مشروع المخلفات الخطرة في اسكندرية اللي هو ما فيش غيره يمكن في الشرق الأوسط. مصر بتتغير إلى الأفضل كما تغيرت في عصر محمد علي، كما تغيرت في عصر إسماعيل بس من غير ديون، كما تغيرت في عصر فؤاد لكن بأيدي مصرية وسعى واعد مصرية ومواقف وطنية كاملة، سياسة خارجية متوازنة إلى حد كبير جدا، تعامل هادئ مع المشكلات المعقدة مثل سد النهضة وغيره. مصر لا يمكن أبدا أن تتقاعس أو تتراجع أو تنكر حقوقها في أي مكان، ولهذا جاءت هذه الندوة في مكانها الطبيعي مشاركة من مكتبة الإسكندرية فيما تفعله مصر من أجل المستقبل. إرادة الإنسان المصري هي السبب في تحقيق النهضة التنموية والنقلة الحضارية على مر العصور، وتطوير الإنسان أصبح الضمانة لمستقبل العمل التنموي وتطوير نوعية الحياة في المجتمع المصري. فكر التنمية وتنمية الفكر هو جزء أساسي من أي رسالة ثقافية، فإحنا أردنا من أجل يعني تنشيط الحوار الاجتماعي والمجتمعي داخل المجتمع المصري هو طرح قضية التنمية، والتنمية هي الشغل الشاغل حاليا للدولة المصرية على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات، فكان من الطبيعي أن احنا نتجه إلى النظر في مشروعات التنمية تقوم بها الدولة، المبادرات التي يقوم بها المجتمع المدني لدعم الدولة المصرية. بناء الدولة المصرية الحديثة في كافة المجالات هو الدليل على أن مصر بتتغير، فضلا عن المبادرات الأهلية التنموية وعملية التكامل ما بينهم اللي بتعكس رؤية مصر 2030. محمد سلامة، الحياة اليوم. عدنا لحضراتكم مرة أخرى، عايز أناقش معاكم حالة أخرى على السوشيال ميديا أو على شبكات التواصل الاجتماعي، ثورة كبيرة جدا جدا في يعني الساعات الماضية، خاصة بإقامة سور على كورنيش سوهاج، سور يحجب الرؤية على كورنيش سوهاج. آدي المناظر أو آدي المنظر العام، طبعا النيل يعني ده بيحجب رؤية النيل، وآدي اللي نشروه على السوشيال ميديا، طوب أحمر طالع وسور كبير بيحجب رؤية النيل على الكورنيش بتاع سوهاج، وخرج ناس كتير جدا من أهالي سوهاج من ضمنهم طبعا الأستاذ عمر طاهر، وبيتكلموا عن هو احنا ليه بنعمل الكلام ده وازاي نعمل سور زي ده محافظ اسكندرية بدأ ينزل ويشيل الأسوار اللي اتعملت وتحجب رؤية البحر عن الناس، فليه احنا بنيجي نحجب رؤية النيل في عاصمة هذه المحافظة. خلينا نفهم ايه اللي بيحصل، ما هو السبب، وايه حكاية السور ده. على الهاتف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج. مساء الخير يا سيادة اللواء. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ايه حكايه السور يا باشا؟ ايه حكايه السور والطوب الاحمر؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لاهل سوهاج كلهم والساده المشاهدين. هو هي المساله مش سور، والفكره كلها انت عارف حضرتك، نبدا بالاول كده، سوهاج من المدن الجميله اللي فيها كورنيش ما شاء الله شرقي وغربي زي الفل. عندنا بس هي في مشكله ان النوادي الفئويه او النوادي المهنيه كثير جدا، ومفيش حاجة مخصصة للمواطن السوهاجي، يعني ما شاء الله زي كل محافظات مصر، يعني هتلاقي لكل نقابة لها نادي، ولكن المواطن السوهاجي اللي ملوش مكان يروحه أو ملوش نادي يروحه بيلاقي صعوبة جديدة في إن هو يلاقي خدمات. إحنا عندنا الكورنيش الشرقي وعندنا الكورنيش الغربي، ما شاء الله الكورنيش الشرقي مساحة كبيرة جدا، وإن كان عليه برضو أحد الأندية للأسف، يعني برضو عليه أحد الأندية، إذا كنا بنحجب عن حجب رؤية فعندنا برضو احد النوادي ودي قديمه ايوه، بس الانديه لا تحجب الرؤيه قوي، يعني انا اقدر وانا واقف بره سور النادي بشوف بص شايف النيل. طيب اسمعني حضرتك، السور خلاص قصته، يعني هي الفكره كلها الكورنيش الشرقي
هو 2 كيلو تقريبا. احنا ما بنعملش سور، احنا بنعمل ممشى مصر زيه زي النموذج الرائع اللي اتعمل في محافظة المنيا، ان احنا بنعمل ممشى على النيل، ممشى على النيل في اخر الكورنيش تماما في المنطقة اللي غير مأهولة بالسكان، منطقة ما فيهاش عمارات سكنية خالص، قدامها ارض زراعية، ما فيش اي ثوابت في المكان ده لتقديم خدمات لرواد المكان بس مش اكتر. لكن اذا كان السور نفسه قد يكون هو الموضوع مش مشروع تجاري خالص، يمكن في بعض السادة الافاضل من اهل سوهاج كتير قدموا الحقيقة على انهم ياخدوا حق انتفاع في الحتة دي علشان يعملوا حاجة، ولكن ما حصلش موافقة خالص في الكلام ده. ده مشاركة مجتمعية من الهيئة العربية للتصنيع، احد يعني مشاركة مجتمعية وهدية من مصنع صقر التابع للهيئة العربية للتصنيع والتابع للإنتاج الحربي، ده هدية معمولة لاهل سوهاج. يا فندم ايه هي الهدية؟ السور؟ لا الممشى كله يا فندم 300. ايوه الممشى بعد اذن حضرتك. هذا الممشى 300 متر، طب ليه انا اعمل سور؟ طب ما اعمل ممشى مفتوح؟ احنا شلنا فكره السور ده خالص العالي اللي هو اللي احنا بنقوله ده، هنعمل حاجه خفيفه جدا لحاجه واحده بس لحمايه الناس اللي جوه، لان احنا عاملين مكان برضو تجمع اطفال، انت عارف المنطقه دي الشارع واسع جدا وبعديه كوبري، والعربيات في المنطقه دي ممكن تكون سريعه، هو حفاظا على طفل مثلا ينزل من ملعب الاطفال الاقيه في بحر الطريق يتخبط، حد من الناس اللي ماشيه، يعني هنعمل لهم حاجه بس تحجب او تفصل، مش هنقول تحجب خالص دي عشان دي عامله حساسيه، هتفصل ما بين الممشى ده، هو الممشى كله 12 متر، عرض الرصيف 12 متر ماشي، هو ده اللي بتعمل عليه، هتعمل عليه ممشى للناس بشكل حضاري، البازلت الاسود اللي حضرتك عارفه او يمكن النموذج بتاع المنيا تحديدا كان شيء رائع، يعني هيتعمل ممشى ومجموعه اكشاك صغيره لتقدم بقى مشروبات سريعه. هو 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 ده اللي الناس بتتكلم عنه يا سياده المحافظ. ايوه حته مجموعه اكشاك صغيره، وانا هقول لحضرتك ليه. هي القضيه بالنسبه للناس ايه؟ انا ما عنديش مشكله اطلاقا كمواطن ان انت تعمل ده، بالعكس ده هيبقى مكان ترفيهي جدا لينا وارتقاء حلو قوي، ولكن هذه الاكشاك هو وشها هيكون على الشارع ولا وشها هيكون على النيل وظهرها للشارع؟ ما هو اكشاك جنب بعض مع سور، انا كده ما عنتش شايف النيل. اتكلم على 300 متر لو حطينا 10 اكشاك تقدم بس مشروبات وحاجه سريعه، هي الفكره كلها كانت خدمه للناس اللي متواجده اللي ما فيش اي خدمات في هذه المنطقه. المنطقه فعلا فيها 3 كافتريات ما حدش بيأجرهم ماشي، الكافتريا اللي هناك ما فيهاش مكان للقعده، لكن لا هي مكان صغير معمول بيقدم مشروبات ولكن بيحط كراسي في الشارع مش اكتر من كده. لكن في حاجه احنا بنقول ايه، اللي هيروح مكان الكورنيش عندنا بعيد شويه او المنطقه دي مش مأهولة بالسكان، ولكن المكان رائع وفي ممشى علوي وممشى سفلي، اللي رايح المكان ده لو محتاج حمام لازم اعمل حمامات هناك لازم، وخصوصا ان المنطقه اللي فوق هي فعلا كان فيها كافتريات، واحده متاجره واثنين مش متاجرين ولكن ليسوا بالمستوى اللائق بالمرة. احنا بنفكر ايه، ان حضرتك لو رايح المشوار ده لو حبيت تشرب حاجه ساقعه، لو حضرتك حبيت تشرب عصير، لو حبيت تشرب ازازه ميه، لو حبيت كوبايه شاي، عايزين نعمل شاشه كبيره هناك ممكن نزيق. وده التجربه دي اتعملت على فكره في المسرح الروماني ولكن ده في قلب المدينه، شاشه كبيره بتعرض عليها الاحداث الرياضيه الهامه، الاحتفالات الهامه، الحاجات اللي بتتعمل دي كلها، القصه كلها لن يتربح منها حد مهين، القصه كلها اهداء، القصه كلها معموله لخدمه المواطن اللي هيجي يقعد هنا بس مش اكتر من كده. تمام يا فندم. دون ان يتم حجب الكورنيش، يعني احنا ما بنعملش اي حاجه على الكورنيش لحجب رؤيه الكورنيش او النيل، دون ان يتم حجب الكورنيش اطلاقا ماشي. وانا بقول لحضرتك ده ملاصق لسور النادي وفي كافتريات مبنيه فعلا، احنا مش هنعمل حاجه خالص في القصه دي. احنا قلنا فعلا، انا قلت فعلا قلت يعني يمكن كلمت المهندس بتاع الشركه اللي بينفذ وكان عنده استعداد والسور مش موجود اصلا دلوقتي خلاص، ان هو ممكن يعمل حاجه صغيره جدا، صور حدائق صغيره تمنع المرور من هنا لهنا، بتفصل حديد، حاجه حديد بسيطه جدا كده، فرفور جي لطيفه على النيل، بس ما تبقاش حاجه مصمطه بالطوب الاحمر والاسمنت وكده. خلص يا فندم فعلا، وتم الاتفاق عليه مع المهندس، ولسه في حاجه بس يعني انا بس احب اطمنك على سوهاج واهلها، يعني سوهاج من المحافظات الجميله اللي ناسها محترمين جدا، اللي التواصل معاهم بشكل دائم، يعني انا يمكن من يوم ما نزلت المحافظه يوم الثلاث ده مخصص لمواطني سوهاج، ايا ما كان المواطن بنتقابل. احنا يعني اقول لحضرتك على حاجه، على النبض على السوشيال ميديا لا بنتقابل وبنتكلم، وسواء على السوشيال ميديا او اللقاءات الشخصيه او الزيارات اللي بعملها،
وكان لينا سوابق قبل كده يمكن في هذا الموضوع زي ده في الكورنيش الغربي، كان معمول بتنداد بشكل معين واحنا لسه بنعمله، اتعملت كراسي بشكل معين، لقيت اعتراضات على وسائل التواصل الاجتماعي، نزلت عملت استفتاء على وسائل التواصل الاجتماعي برضو مع الناس، مع الساده النواب، مع اتحاد الشباب، مع شباب جامعه، لغايه ما وصلوا للشكل المحترم اللي هم عايزينه وعملناه. هو الفكره كلها ليس هناك تربح، ليس هناك مكسب انا بدور عليه للمحافظه، احنا بندور على تنميه للناس وراحتها، وبالتالي اذا ما كانش هيعجبها يبقى خلاص انت برضو انت غرض بالظبط، انت الغرض الاول وفي الاخر انك انت تتحدث مع المجتمع وانك انت تستمع اليه. بالظبط الغرض الاساسي من هذه القصه ارضاء المواطن، مش انا بعمل له حاجه، يعني احنا النهارده مش بعمل له حاجه واجب عليه، لا ده احنا بنعمل حاجه لاسعاده، اذا ما كانش هو ده اللي هيسعده يبقى لازم نتغير بالشكل اللي هو عايزه. بس هي دي كل الخلاصه، والتواصل موجود، وفعلا بمجرد ما شفت الكلام ده خلاص الصور ما بقاش له وجود، واتفقت مع الناس لا ما مش عايز اطلاقا اصور في المنطقه دي، عايز بس حاجه فاصل بسيط جدا ما بين الممشى وما بين الشارع علشان لا قدر الله الحوادث او اي حاجه تحصل. الحاجه الثانيه ما فيش حجب للرؤيه باي شكل كان، الحاجه اللي هتتعمل علشان تقدم بس خدمات للناس رواد المكان مش اكتر من كده. وزي ما بقول لحضرتك ما عندناش متنفس لاهل سوهاج المواطن العادي، يعني الحمد لله في نوادي كتير جدا، في نوادي كتير جدا على النيل، ولكن انت عاملها مفتوحه للجميع. بالظبط كده، ده شيء جميل جدا يا سياده اللواء، هنتابع مع حضرتك هذه الانشاءات ونشوفها ان شاء الله وتكون بشكل حضاري جميل والناس تنبسط بيها. اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. من ضمن الاخبار السعيده النهارده كنت بتكلم مع أصدقائي أصحاب المشاتل والعارضين في معرض الزهور، عايز أقول لكم معرض زهور الربيع اللي تأجل السنة اللي فاتت وما تفتحش السنة اللي فاتت بسبب الكورونا يتم افتتاحه النهاردة. ده معرض أنا حريص إن أنا أروح له، بقالي أكتر من حاجة و30 سنة أو 40 سنة بتابعه سنويا، أنا حافظ المكان ده، أنا راجل بحب الزراعة جدا جدا، فده بالنسبة لي الحدث اللي بيحصل كل سنة الأجمل، الورد، الشجر، شجر الفواكه، النعناع الصغير والأشجار العملاقة، الحاجة اللي بمئة ألف جنيه والحاجة بمخمسة جنيه، كل مشاتل مصر من كل أنحاء مصر أكتر من 200-300 مشتل موجودين، سيبكم من الحاجات الكبيرة قوي، روحوا الحتت الصغيرة والمشاتل اللي أخدة 50 متر و60 متر، هتلاقي عنده شجرة التمر حنة القديمة، وهتلاقي عنده وردة بلدي جميلة، وهتلاقي عنده شجرة برتقان وشجرة ليمون، كل هذه الأشياء. معرض زهور الربيع حديقة الأرمان يتم افتتاحه النهاردة، نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. الورد والزهور من أجمل النباتات اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى، بتدي شعور بالبهجة والسعادة والفرح، وكمان ليها تأثير إيجابي على الحالة النفسية للإنسان. وهنا في كنز نباتات العالم أو حديقة الأرمان، الحديقة اللي بتعتبر أكبر حديقة نباتية في العالم، بيقام معرض زهور الربيع. معرض زهور الربيع ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق، ومن خلاله بتقدم وزارة الزراعة كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بحديقة الأرمان. هذا المعرض يعني بنقول برضو في ظل جائحة كورونا أن الدولة تستطيع أنها تنظم المعارض، وبنتخذ الإجراءات الاحترازية أن احنا ننظم هذا المعرض لأنه أصبح له ضرورة. وجود أصحاب هذه الصناعة، أنا بسميها صناعة لأن أصبحت دورها مؤثر، أصبحت بتساهم في التصدير دلوقتي. افتتاح معرض زهور الربيع المصري اللي بيظل علامة فارقة كل سنة لبداية الربيع، وكل التطوير الكبير جدا اللي موجود في عالم الزهور والمسطحات الخضراء والملاعب وحاجات كثيرة قوي، في وجود كمان النهاردة معالي محافظ الجيزة. المعرض السنة دي معرض متميز نتيجة تنوع عدد الشركات اللي موجودة فيه، فوصل السنة دي ل 238 شركة عارضة في مختلف مجالات إنتاج الزهور والورود ونباتات الزينة والمستلزمات الخاصة بها وكل ما يتعلق بهذا القطاع الهام. فائدة الزهور والأعشاب مش بس بتقتصر على التمتع بمنظرها وريحتها، لكن ليها استخدامات كتيرة
كعلاج منذ مئات السنين. نتميز بالنباتات الطبية والعطرية. يعني احنا عندنا اللويزا ده بتغلي للاطفال، مغص الاطفال. عندنا النبات المرمرية ده بيدي مناعة. عندنا الشيح البابونك ده مطهر معوي. عندنا بقى ورق اللورة والنعناع والبردقوش، البردقوش دي للبرد. الحاجات دي كلها مفيدة. معرض جميل جدا، هو مش أول مرة أحضره، حضرته قبل كده في متحف الزراعي، والسنة دي هو عاملينه في الأورمان زي كل سنة. صراحة متنوع جدا، في كذا شركة وفي حاجات جميلة جدا أنا أول مرة أشوفها. معرض زهور الربيع يقام في دورته 88 لمدة شهر كامل بمشاركة أكثر من 200 عارض على مساحة 14 فدان من إجمالي 28 فدان مساحة الحديقة، ويعتبر المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية. ويرجع تاريخ المعرض إلى عهد السلطان حسين سنة 1914. آية القاضي، الحياة اليوم. شكرا آية على هذا التقرير. أوعدكم أن أنا أروح بنفسي، أنا على فكرة بروح المعرض ده كتير جدا جدا، وأنا بحب معرض زهور. كان ليا صالون باسمي في معرض الزهور ده، صالون علشان أقعد بقى أتبادل مع الزملاء عبر يعني في المشاتل، نتكلم عن الزرع والدنيا ماشية ازاي وأنواع الزرع الجديدة ايه والحاجات دي كلها. فانتظروا مني خلال الأيام القادمة زيارات متعددة لمعرض الزهور. أنا هنزل لكم بقى أعمل التقارير بنفسي وأقول لكم الزرع أخباره ايه والدنيا عاملة ازاي ومين اللي عامل شجر جهنميات حلو جدا بألوان رائعة في معرض الزهور السنة دي. وأنا متوقع أن العرض ده هياخد أحسن عرض السنة دي تماما. هننزل مع بعض بكاميرا الحياة اليوم، وهمشي معاكم بقى من حتة لحتة، وهنروح نشوف المستلزمات، وهنشوف مين اللي يزرع ويزرع ازاي، ولو انت عايز تزرع حاجة في البلكونة، ولو انت عايز تجيب حاجة في الجنينة، كل هذه الأشياء. معرض زهور الربيع هكون متواجد معاكم عدة مرات خلال الفترة القادمة. أنا واقف أمام خبر الحقيقة لازم أتكلم عنه، وأتكلم عنه بشكل خاص. أتكلم عنه بشكل خاص لأنه لمسني، وهو رحيل الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عباس الطرابيلي. إلى هنا تنتهي الخبر الرسمي، واسمحوا لي أنعي عمي العزيز عباس الطرابيلي، صديق أبويا من أيام الجامعة، الزملاء الثلاثة، الفرسان الثلاثة، مصطفى شردي وجمال بدوي وعباس الطرابيلي، الله يرحمهم جميعا، اللي تحركهم في الصحافة العربية والمصرية والعالمية ابتداء من أخبار اليوم، بدأوا بقى يتحركهم في كل أنحاء العالم. عباس الطرابيلي الكاتب الكبير أصيب بالكورونا سن 85 سنة، ورحل متأثرا بهذه الإصابة. كنا دايما نداعب عباس الطرابيلي. عباس الطرابيلي تدرج كثيرا في العمل الصحفي، ووصل إلى رئيس تحرير صحيفة الوفد، وكان قبله الأستاذ العظيم أيضا جمال بدوي رئيس تحرير الوفد، وطبعا المؤسس الأستاذ مصطفى شردي. رحل أولا مصطفى شردي، ثم رحل جمال بدوي، والآن يجتمع الثلاثة في دار الحق. هم الثلاثة الأصدقاء من أيام الجامعة اللي أسسوا الصحافة صحيفة الاتحاد بقيادة مصطفى شردي، وطلعت يومية في الإمارات ومجلة زهرة الخليج ومجلة ماجد للأطفال والجلف نيوز، ثم عادوا ليكرروا قدرتهم. ويتحرك مصطفى شردي ليؤسس صحيفة الوفد، وينضم مرة أخرى بقية الثلاثي، وينضم الأستاذ جمال بدوي والأستاذ عباس الطرابيلي. كنا دايما نضحك مع الأستاذ عباس. الأستاذ عباس كان بيحب الحياة جدا ويحب الأكل، يقعد يكلمنا على الأكل بتاع زمان وغيره، وهو دمياطي. جمال بدوي الكاتب العملاق المتعمق جدا جدا من بسيون، ثم يأتي عباس الطرابيلي من دمياط، ومصطفى شردي من بورسعيد. الثلاثي ده اللي كان بيتحرك دائما، وكان دايما أسأل بابا هو ليه الأستاذ عباس بيعمل معنا كده، قال لي ده أحسن واحد في الأرقام. كان دايما الاستاذ عباس، الاستاذ مصطفى شردي، بيدي الاستاذ عباس الطرابيلي حته بقى ايه الحسبه، راجل دمياطي، ويقعد بقى يا ابني يا ابني ما بتنفعش كده، يا ابني ما تعملش الكلام ده، يا ابني كذا. تعلمنا منه كتير جدا جدا الحقيقه، وكان محب للناس ومحب للحياه
زي ما اتعلمنا من الأستاذ جمال بدوي وزي ما اتعلمنا من الأستاذ مصطفى شردي الله يرحمه، رحل عن عمر 85 سنة وكانت جنازته النهاردة من مسجد الحصري. هنطلع فاصل وهنرجع تاني، بعد الفاصل هنتكلم مع حضراتكم مع ضيوفي في الفقرة القادمة حول جهود الدولة علشان انتظام العام الدراسي فصل الدراسي الثاني. هنعمل ايه وايه الحكاية؟ هنحضر ولا ما نحضرش؟ هنمتحن ولا ما نمتحنش؟ المدارس جاهزة ولا مش جاهزة؟ أولياء الأمور رأيهم ايه؟ أصحاب المدارس رأيهم ايه؟ القرارات اللي بتصدر من الحكومة عاملة ازاي؟ ضيوفي في الفقرة القادمة المندوب الحسين رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أميرة محمود المتحدث باسم جروب اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أستاذ محمد الصايم نائب رئيس تحرير الجمهورية رئيس تحرير موقع السبورة التعليمي، يعني هو في الجمهورية ولكن أيضا هو رئيس تحرير موقع السبورة التعليمي. بعد الفاصل هنعمل إيه في المرحلة الثانية من الدراسة؟ أسيب حضراتكم مع تقرير حول رحيل الفنان العبقري عبد الله غيث ونرجع الحياة اليوم. من أهم أدباء القرن العشرين الذين أثروا الأدب العربي بميراث ضخم والمكتبة العربية بما يقرب من 100 كتاب، عباس محمود العقاد ولد في أسوان في 28 من يونيو من عام 1889 ولقبه العقاد وهو صفة جده الذي كان يعمل في صناعة الحرير، ورغم أنه لم يكمل تعليمه إلا أنه تلقى من شيوخ الأزهر الكثير من العلوم والمعارف وعكف على قراءة كل ما تقع عليه يده من كتب في شتى المجالات مما أكسبه حصيلة لغوية هائلة وثقافة واسعة. عامل في الصحافة وعين بمجلس الفنون والآداب وكان عضوا بارزا بمجمع اللغة العربية، بدأ بالشعر والنقد وأضاف مدرسة تدعو للتجديد سميت بالديوان. رواية سارة كانت من أولى تجاربه القصصية ومن أشهر مؤلفاته التي اختلف النقاد حول شخصيتها الرئيسية إن كانت حقيقية أم من وحي الخيال. أنا من أهم مؤلفات العقاد في مجال السيرة الذاتية والذي كشف فيه عن جوانب خفية من شخصيته، سهاما أدبية أطلقها في مختلف الموضوعات تاريخ علم اجتماع دين فلسفة فنون أثرت الفكرة واللغة بالعذوبة والجمال، الله هدية الكروان دراسات في المذاهب الأدبية والاجتماعية، أشتات مجتمعات واللغة الشاعرة من أشهر ما كتب في الدفاع عن اللغة العربية وما يوجه إليها من اتهامات بالقصور والضعف، وفي السياسة كان له موقف ومبدأ ثابت ظهر في كتاب أفيون الشعوب فدعا إلى الديمقراطية وتحديد الفرد لمصيره وكان ضد الشيوعية. الاشتغال بالحرب وفكرة الحرب المستمرة في أذهاننا خلتني أعتقد أن أنا مستعد لأن أستمر في حياة الجندية، لكن فيما بعد اكتشفت أن إنشاد الشعر هو اللي أغراني بالموقف، أن حب للشعر هو اللي أغراني بالموقف، وطبعا عدلت من هذا إلى الحياة الأدبية. القامات الإسلامية تناولها بشكل مختلف ورسمها في خيال القارئ بإبداع، وهي من أهم مؤلفاته العبقريات، عبقرية محمد، عبقرية عمر، عبقرية الصديق، وداعي السماء، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في الأداب عام 1960. إثراء الأدب العربي كان محور حياته وحتى بعد رحيله في 12 من مارس من عام 1964، فما زال حيا بكلماته وأفكاره التي تنير الطريق للأجيال من بعده. قلنا لحضراتكم مرة تانية مفيش بيت في مصر إلا وحديث الساعة، هي العيال بكرة راحة المدرسة ولا مش راحة المدرسة،
هم عندهم انترنت في البيت علشان يخشوا على الدروس ولا ما عندهمش؟ هي العام الدراسي هيكمل؟ هي الامتحانات هتكون عاملة ازاي؟ حديث التعليم في زمن الكورونا، عودة الفصول الدراسية للانتظام غدا في بداية العام الدراسي أو في الجزء الثاني من العام الدراسي. اسمحوا لي أرحب بضيوفي في هذه الفقرة، الأستاذ الممدوح الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أهلا بك. أهلا بك يا فندم، مرة أخرى في هذا اليوم. الأستاذة أميرة محمود المتحدث باسم جروب اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أهلا بحضرتك معنا المرة برضو الثانية تقريبا، مش كده؟ أهلا بيكي. الزميل محمد الصايم نائب رئيس تحرير الجمهورية، رئيس تحرير موقع الصبورة التعليمي. هرجع وهبدأ من الصحافة، أخبار التعليم إيه اليومين دول؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ هو التعليم إن شاء الله بكرة تبدأ الاختبار الحقيقي لوزارة التربية والتعليم. النهاردة تم عودة الدراسة في 12 محافظة، غدا في جميع محافظات مصر 23 مليون طالب في 60 ألف مدرسة عودة للمدارس. 23 مليون طالب 23 مليون طالب في المدارس بكرة. 60 ألف مدرسة بس؟ 60 ألف مدرسة، ده كتير قوي على المدارس. ماشي أقسمها يا فندم بس. في إجراءات احترازية في الوزارة استعدت، ولكن هناك تخوفات من أولياء الأمور، في قلق بين الطلاب زي ما أنت قسمت 23 مليون طالب، ودي لفتة ذكية من حضرتك على 60 ألف مدرسة، فالعدد كبير، بس هم عاملين يعني إيه فترات هنا عشان يقللوا الكثافات بين الطلاب، لكن الخوف كله عند أولياء الأمور. هناك المنصات التعليمية طبعا كل طالب وكل معلم في مصر بيقولوا وحشتني المدرسة، وحشني الفصل. أنا عايز أقول لك بالظبط كده، كل يعني حتى لو أولاد حضرتك في عايزين يرجعوا المدرسة، المنصات الموجودة والتعليم الأونلاين لا يكفي للطالب المصري. الطالب المصري إذا ما كانش قدامه الطباشيرة والسبورات الذكية والمعلم قدامه، نحن تعودنا على كده ده سنين. جائحة كورونا كان الله في عون الجميع، لكن عايز أقول لحضرتك برضو كان في أصعب من كورونا، كان حرب 73 و67 وما حصلش أي اضطرابات في المدارس. ليه بقى؟ لأن 67 الدراسة بدأت بعدها بأسبوع مباشرة. معلش بص، يعني دي 73. أوقات، دي أوقات حروب. إنما دي إحنا بنتكلم على كل المحافظات وكل المدارس، حتى في النجوع وفي الكفور في كل حتة في أنحاء مصر. أستاذة أميرة كأم بقى، اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، كأم شعورك ايه؟ بصل الموضوع ازاي؟ عودة المدارس، ايه اللي انت مخوفك وايه اللي انت قلقانة منه؟ طبعا كلنا زعلانين، يعني انا وغيري من الامهات كتير، احنا كلنا زعلانين لان المدرسة برضو كانت بتفرق كتير قوي مع الولاد، يعني حتى غير كمان ان هم بيتعلموا بيشوفوا المدرس بتاعهم، بيلعبوا مع اصحابهم، بيكملوا الدراسة مع بعض، بيرجعوا. احنا بنحاول. بقى لهم قد ايه كده قاعدين في البيت؟ لا كتير، يعني انا شهرين. كتير، اكتر من شهرين. والترم كمان شهرين والترم الاول كمان، يعني الترم الاول كمان ما ودتش ولادي كتير، يعني انا كنت خايفة ان برضو اعمارهم مش كبيرة قوي، فيعني ان هم قاعدين في البيت خلاص بداوا يجي لهم اكتئاب، يعني بداوا ان هم ينزعجوا قوي ان ما فيش المدرسه، ما فيش الرقابه بتاعه المدرس، المنصات التعليميه، برامج ما بتذاكرش كويس لو قعدت في البيت. هم بيذاكروا كويس، بس كل يوم عن التاني بنلاقي المشكله بتكبر، يعني احنا مثلا بدانا في الاول لا الدنيا كانت حماس كبير، وبداوا بعد كده بقى اللي هم يملوا، مش متعودين، الوضع لسه جديد. ان هو يقوم يقعد لكن قدام شاشه الكمبيوتر. لكن يعني ما عندناش، يعني ما فيش رفاهيه الاختيار، المشكله ان ظروف كورونا هي يعني حكمت علينا ان احنا ما عندناش رفاهيه الاختيار. يعني الاول مره تجتمع، يعني خلاص احنا دلوقتي ما بنتكلمش بقى في حته الفلوس والاتوبيسات والكلام ده كله، الاول مره بتجتمع المنظومه كلها ان هي عايزه السنه الدراسيه تكمل. بالظبط. سواء الاهالي، سواء الاعلام، سواء الوزاره والتخطيط لما يحدث والمستقبل، وايضا اصحاب المدارس الخاصه، كلنا مجتمعين انها يجب ان تنجح. بالظبط. استاذ الممدوح اسمح لي انا هبدا كلامي بان انا اشكرك. حاجه غريبه. انا عارف ان هي حاجه غريبه، انت مش متعود مني. لا مش انت مش متعود مني صح؟ لا 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 ابدا. طيب انا بشكرك. انا جاي وعامل الف حساب. لا لا انا بشكرك لانك انت في وقت من الاوقات في بدايه العام قلت لي ما تقلقش يا محمد،
المدارس بتستعد واحنا بنستعد وفي ناس كتير قوي بتستعد وانت الوحيد اللي جبت لي دراسات عن هذا الاستعداد. قلت لي لو في حضور هنحضر، لو في انترنت وفي على الانترنت الشغل هيشتغل، لو في مدرسين هنطلع نقدم دروسنا للطلبه بتوعنا والى اخره. وبالفعل انا لمست خلال الفتره الماضيه ان في مدارس كتير قدرت تعمل ده، وانت قدرت تعمل ده بشكل واقعي. فزي ما انا انتقدتك هاجمتني بشراسه جدا، بشراهه. ايوه ده مش معناه ان انا مش بشراهه، بشراسه بشراسه والاثنين كمان والله اكتر من كده. انما في الفتره ممكن بقى في بقيه الحلقه هاجمك تاني، انما خلصنا اللي فات نمسك بقى في اللي جاي. بكره انتوا عاملين ايه؟ سمعت الطلبه، الطلبه نفسها ترجع المدرسه، الناس عايزه تنزل، محضرين لهم ايه؟ احنا خايفين على اولادنا. والله شوف يا حبيبي والاساتذه الافاضل والساده المشاهدين، فعلا انا بتحدث عن المدارس الخاصه. احنا دائما بنجتمع مع بعض، دائما بنجتمع مع بعض للتنافس الجميل الحلو فيما نقدمه للطلاب. يعني انا اتمنى وهصور لك فيديو لبعض المدارس الخاصة بكرة وانا اولهم، احنا على تواصل، كيف يتم استقبال الطالب غدا ان شاء الله. استقبال الطالب غدا، ويمكن قبل امور سامعيني هوت، من ضمن الحاجات اللي عاملة بكرة، اولا التعقيم، الإجراءات الاحترازية، التعقيم، قياس الحرارة، تعقيم المكان كويس جدا جدا. بيستقبل الطلاب بكرة، بقول له بكرة تعالى بالزي اللي رايح نفسيا، مش لازم قيود الزي المدرسي، تعالى بكرة هحتفل بيك واشوفك، انت ابني غايب عني شهرين، وبالتالي سوف تجد احتفالية بكرة بيك مع كافة الإجراءات الاحترازية. مجهزين كل حاجة، مجهزين كيف نستقبل الابن أو الأخ الغائب عن المدرسين حالتهم إيه؟ المدرسين نفسيا عالية جدا. أنا أقول لك على حاجة، أنا عندي بعض المدرسين وبعض عند بعض الزملاء، امبارح الجمعة للساعة 10 و12 بالليل بيزينوا في الفصول والمدرسة والبلالين وفي الباصات عشان يستقبلوا الأولاد، سعداء جدا 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 جدا. يعني معمول استقبال جد جدا للطلاب غدا، وبناشدهم دلوقتي تعال بكره وانت مستريح وانت نفسيتك مستريحه، ولا تقلق من الفصل الدراسي الثاني، ستجد اب وستجد ام وستجد اخ اخت يعني تحنو عليك بكل مشاعر الحب والموده اللي انت غايب عنها بقالك شهرين، تعال بكره. وانا بقول للناس كلها الحقيقه، مع الاجراءات الاحترازيه اللي كل المدارس قايمه بيها، وكمان انا شفت مدارس حكوميه الحقيقه اجراءات الحزيه فيها جميله جدا جدا، ولكن يعني انا عاوز اتفضفض شويه بالكلام، ولكن انا اناشد اولياء الامور وبالذات في المدارس اللي بتسلم لهم الاولاد بعض المراحل التعليميه من الداخل، يراعوا الاجراءات الاحترازيه ويراعوا التباعد. احنا بنعمل لهم اجراءات احترازيه، لكن بلاش التكالب، بلاش التزاحم. يعني احنا بنسلمك طفل طفل، خش كده ورا بعض، خش وانت حاط الكمامه بتاعتك، خش وانت اطمئن على ابنك او بنتك أو وعلم ابنك وبنتك التباعد جوه المدرسه كمان. ايوه، ويعلم ابنك زي ما قلت حضرتك التباعد وكل حاجه. طيب خلينا نطلع فاصل وهنرجع تاني. ادي الاستعداد لبكره، وادي توقعات بكره، وادي الشوق لعوده المدارس. الناس الاطفال عايزين يرجعوا، الاهالي عايزين الاطفال يرجعوا، كله ملاحظ. طب الحالة النفسية للطالب هنعمل معاها ايه في الفترة القادمة، خاصة لو زادت الكورونا مرة اخرى؟ نطلع فاصل ونرجع تاني الحياة اليوم. أنا مع عودة الطلاب للمدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية مشددة على أن يكون عودة الطلاب بشكل اختياري، بيكون القرار في إيد أولياء الأمور في مختلف المراحل التعليمية من خلال كتابة إقرار بذلك وتسليمه للمدرسة التابع لها الطالب. نزلنا في الحياة اليوم عشان نسأل المواطنين عن رأيهم في الموضوع ده. تقييم حضرتك لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول كاملة؟ هو طبعا يعني دوت يتنافى مع اللي حصل طول الترم، لان العيال كلها الاولاد كلها
كانوا ياخدوا اونلاين وما كانش في حد بيحضر، فعشان نعمل امتحانات كامله طبعا ده صعوبه على الاولاد لان الدروس بتاعتهم ما خدوهاش. الوزاره اتخذت اجراءات احترازيه وفي نفس الوقت سمحت بعمل اختبارات او امتحانات لتحديد مستوى الطلاب، ودي حاجه طيبه وحاجه كويسه. المفروض يبقى في تباعد، المفروض يبقى على مراحل، بمعنى ايه؟ ممكن يبقى مثلا ايه سنه اولى النهارده، سنه تانية بكره، سنه ثالثه بعده. هتخلي اولادك يروحوا دراسه الفصل الثاني ولا لا وليه؟ والله انا خايف عليهم بصراحه من كورونا، بس هخليهم يروحوا للاسف. هنعمل اجراءاتنا الاحترازيه واخليهم يروحوا، لان القعده في البيت مش هتعلم. لا غنى عن العلم، العلم في اي دوله هو سبب تقدمها يا فندم. يعني العلم بس اهم شيء، برضو احنا نخلي بالنا من الاجراءات الوقائيه والاحترازيه. ياخد الوقايه اللازمه ويرجع عادي. الاجراءات الاحترازيه والتباعد بين الاطفال او الكبار او اي سن معين. لو في حاجات احسن وفي البيت والدراسه تمام، خلاص انا هخليه في البيت، بس ما يكونش فيه ضرر للاولاد بعد كده. مش ضروري ان هم يروحوا، علشان اولا بنخاف عليهم من الامراض والكورونا وكده، لان دايما مهما يحطوا كمامات ممكن يتعرضوا برضو للامراض. يعني لو في يعني احترازات ضد فيروس كورونا، وان ما فيش موجه ثالثه زي ما بيقولوا، او لو في بس الموضوع هيكون قادرين يسيطروا عليه، ما فيش مشكله ان الولاد تروح المدرسه. تقييمك لقرارات إقامة الامتحانات وعودة الدراسة بشكل اختياري؟ والله أنا في رأيي إن الدراسة أو الطالب مكانه الجامعة والطالب مكانه المدرسة، خلاف كده يبقى التعليم بيضيع مننا. أزمة كورونا أنت مديني ليها واقي ومديني ليها يعني حاجات إن أنا أحافظ على نفسي بيها. شايفة إن هو مفروض يعني يبقى في البيت أحسن عشان خاطر الكورونا وكده. ممكن نرجع الدراسة، بس مثلا بدل ما اروح 7 أيام 6 أيام في الاسبوع، ممكن اروح 2 3 بس هستفيد. في ظل جائحة كورونا اللي احنا فيها دي، فهي لود على الكل، بس انا شايف النظام الجديد بتاع التابلت هيوفر كتير جدا على الطالب. عدنا الى حضراتكم، عندنا تساؤلات كتيرة وجالي عدة تساؤلات على الواتساب الحقيقة، وانا في الفقرة يعني بداية الفقرة بتاعتنا في النقاش. خلوني اقف قدام منطقة كده بتاعة الحالة النفسية للطلاب، سواء اللي هيختاروا يقعدوا في البيت، أو اللي هيختاروا ينزلوا يروحوا المدرسة، أو اللي هيختاروا المزج بين النوعين، يقعد شوية في البيت وينزل المدرسة. طلبة عندنا خلال العام اللي فات والعام ده تعرضوا لضغوط نفسية مختلفة بخلاف الأهالي وبخلاف أصحاب المدارس والخلافات. خلينا ننظر إلى حالة الطالب عموما، نفسية الطالب. أستاذة قولي لي، نفسية الطلبة نفسه، نفسيته خايف طول الوقت من الاجواء، من الحاجات اللي بيسمعها، عايز ينزل يشوف، عايز ينزل مدرسته، عايز يشوف مدرسينه واصحابه. في نفس الوقت بيبقى عنده برده تخوف طول الوقت. بدانا الدنيا كانوا لسه الدنيا معاهم كويسه، بعد كده بداوا هم يتكاسلوا شويه، عايزين برده، شايفين المدرسه كان ليها دور كبير، ما كانش فيه غنى عن دور المعلم وال يعني بالظبط، والمتابعه بشكل مباشر. بقينا نعاني من الموضوع ده، لكن احنا برده بقى في دلوقتي في كذا اوبشن، ان احنا لو عايزين ننزل ولادنا اوكي، بس بيكون في اجراءات احترازيه. كحاله لازم اولياء الامور فعلا يكون عندهم وعي، احنا بقالنا سنه واكتر في كورونا، فخلاص بقت الاجراءات بقت معروفه، زي ما دكتور كان بيقول ان احنا برده من يعني ما يبقاش في تكدس قدام المدارس، يكون في رقابه، دي مهمه جدا من الادارات التعليميه على المدارس وعلى اتباع الاجراءات الاحترازيه. بس وبالنسبه للناس اللي يقعدوا في البيت ده بقى يقدروا ان هم يتابعوا، الموضوع صعب علينا كلنا، دي حاجه معروفه جدا، لكن خلينا نقول عزائنا الوحيد الظروف الاستثنائيه اللي احنا فيها، وبنقول يعني ان شاء الله تمر الازمه دي بسلام ويرجعوا تاني الاولاد المدرسه او اللي حابب ان هو يكمل في البيت. استاذ محمد، لا هو الفصل الدراسي الثاني ده في قلق يعني من اولياء الامور وبتاع، زي حضرتك دي مبادره ممتازه جدا من حضرتك، اللي هو تاهيل الطالب نفسيا، وخاصة طلاب الشهادات زي الثانوية العامة. طالب الشهادات الثانوية العامة أكيد الثانوية العامة هي الشغل الشاغل في الفصل الدراسي الثاني. خلاص أنا أنا عايز أقول لك، أنا عندي بنتي ثانوية عامة، عندي أزمة معاهم. الأزمة نفسية. الأزمة أنت بنتك لغاية دلوقتي مش عارفها هتمتحن إمتى؟ الميعاد إمتى؟ هتمتحن إزاي؟ في مشكلة كبيرة جدا، إن الثانوية العامة لغاية دلوقتي لم يصدر القانون بتاعها.
لا الطلب عارفه ان يمتحن لانه امتحان التحسين اتلغى اللي هو قانون 212 ده تم الغاءه، فانت القانون لسه ما صدرش. هل هتمتحن المدرسين ليه؟ هل هتمتحن ورقي ولا هتمتحن الكتروني؟ ما زال في قلق للطالب، المفروض يتحدد الطالب هيمتحن الكتروني او في 120 الف طالب اللي هم المنازل والطلبه المؤجلين. الوزاره اعلنت السنه اللي فاتت اجل امتحاناتك واحنا هتمتحن ورقي. الوزاره السنه دي راحت قايله حاجه مفاجاه جدا برضه، عصفت بالناس والاسره واولياء الامور، قال لا هيمتحن الكتروني. طب الطلبه المؤجلين والمنازل ازاي يمتحن الكتروني؟ لا اتدرب على الكتروني، لا اتدرب على امتحانات الكترونيه، لا اتدرب على مناهج. عوده التحسين نفسها محتاجه اللي هو الامتحان اكتر من مره، محتاجه قرارات ومحتاجه قانون ومحتاجه قانون يصدر. احنا المبادره بتاعت حضرتك القلق ده لازم يكون في حضرتك خطه وزاره تعلن للجميع اولياء امور وطلبه وشعب، وفي خطه بديله. ده المهم جدا، لغايه دلوقتي ما فيش لا الخطه اعلنت ولا البديله اعلنت. الثانويه العامه من سنين كنت بتعرف تمتحن في شهر 6 ثانويه عامه، الجداول كنت تعرفها من بدايه السنه، هتمتحن لغه عربيه تربيه دينيه لا دلوقتي مش موجود، فده في قلق. التاهيل النفسي محتاجين التاهيل النفسي، دي مبادره رهيبه جدا طلب ثانويه طيب. عامه دلوقتي كويس. خليني هنا بقى كده اجيب كل هذه المشاكل. انتم معودينا دايما خاصة في السنة اللي فاتت بالأمانة في تواصل مختلف شوية ما بين إدارات المدارس وبين أولياء الأمور، كلنا في أزمة واحدة. قل لي أنت باصص لها إزاي وإيه اللي تقدروا تساعدوا أولياء الأمور والطلبة فيه؟ أنا عاوز أقول لحضرتك يعني بداية إحنا فات علينا كلنا كده، أنا آسف إن إحنا يعني نقول لأبناء الشهداء في هذه المناسبة حقكم علينا كلنا، بشكر اهتمام القيادة السياسية بأبناء الشهداء والمرأة يوم المرأة العالمي، برضو ان احنا بنحيي كل سيدة في مصر والقيادة السياسية برضو تهتم قوي بالمرأة. ولكن حضرتك بتقول وسمعت من الزملاء في قلق، انا في قلق انا شخصيا مش شايفه. ليه؟ احنا ابعتنا ارسال لأولياء الأمور لو سمحتم تعالوا قولوا لنا واكتبوا اقرار ان ابنك عاوز يتعلم عن بعد وفي البيت. بعتنا مرتين ثلاثة، لغاية المرة الثالثة قلنا يا جماعة اللي مش هيجي يحدد موقفه هنتعامل معاه ازاي؟ احنا عندنا منصات على قد حالنا كمدارس، لكن الوزارة موفرة منصات متعددة والمحتوى العلمي على التابلت. على فكرة بعد إذن حضرتك، بعد إذنك، أنا ماليش دعوة أنت موفر إيه والوزارة موفرة إيه. أنا هقول حاجة، حدثني عن الحالة النفسية. هقول لك يا سيدي، اصل اسمها ايه؟ وزارة التربية والتعليم. هقول لك، خلينا بقى نتكلم في الشق بتاع التربية والاهتمام بنفسية هذا الطالب. لا تتخيل ايوه، لا انا عايز اتخيل النسبة اللي جات لي ايوه عشان يتعلموا عن بعد لا تزيد عن 2%، وكله قال لا هنيجي المدرسة. شوف ازاي ده دلع لي ايه. ايوه يا فندم انا معاك، عاوز يجي ونفسيته مبسوطه كويس. ده يتوقف على الاستقبال بتاعه، يتوقف على التعامل بتاعه المرحله اللي جايه، من المدير للغفير للعامل للعامله للمدرس لكله، يتوقف على دي، يزيل هذا القلق من عند ابنائنا الطلاب. امكانك كنت محرك في الاول بقول ابنك جاي كيف تستقبله بعد شهرين كويس بالورد. اذا انت سيبك بتستقبله ازاي، اذا انت بتطمن الاهالي، انت جداً مهتم بالحته دي. كويس، والاهالي عايزين العوده الى المدارس قولا واحدا. ايوه حضرتك بتقولي احنا مطمنين مرحليا حتى الان وعايزين عوده المدارس، انت ايضا بتؤيدي هذا وعندكم في الاتحاد بيؤيدوا الكلام بالظبط. في هو فيش طبعا شكيت، لان الوزاره نفسها قالت احنا عندنا يعني اقتراحين، لو اما ننزل الولاد يا اما نذاكر في البيت اونلاين، ويبقى في امتحانات كل شهر هيكون للتقييم لمراحل النقل. تمام، فهو بقت المتاحه للاثنين، اللي حابب ينزل يبقى في اجراءات احترازيه، واللي حابب يقعد في البيت يذاكر اونلاين. استاذ محمد، لا هو العوده للمدارس اوكي ما فيش مشاكل، لانه المنصات اللي موجوده حاليا مش يعني مش عارف يتفاعل، لانه جامده مناهجها جامده لا وجامده المناهج، ما فيش تفاعل. تمام، يعني عام زي يعني ما فيش تفاعل يعني. لكن انا ليا بس في نص دقيقه ليا نصايح بعد اذنك. الجانب النفسي وتاهيل اللي حضرتك قلت عليه عشان نخرج بحاجه، في المجموعات التأوية أتمنى من وزارة التربية والتعليم أن تتيحها لطلاب مصر مجانا، لا مجانا مع الوزير،
وبعد كده معالي الدكتور بيتكلم عن التعليم الخاص. التعليم الخاص 10% من تعليم مصر غير الجامعات الحكوميه والارياف. نتائج الامتحانات ظهرت النهارده، كان في بس النهارده يعني بعض شكاوي كده ظهرت. طبعا تقييم امتحان الترم الاول ده كان طريقه التقييم بالذات لمراحل النقل كانت حلوه جدا، وكان في استجابه من الوزاره لثالثه اعدادي ان هم امتحنوا عشان يخلصوا من الترم الاول. في بعض شكاوي جت بقى ان الامتحان طبعا كان كله مدمج مع بعضه اللي هو يعني متعدد التخصصات، بس كان في بعض شكاوي جت من بعض يعني اولياء الامور ان في ايوه الدرجات جت ب عدم اجتياز حاجات كده للطالب، لان الدرجه السؤال الواحد حاجه زي كده في الاعلام. لا النهارده يعني ده لما من بدايه الامتحانات ده مرصود، وخاصه الحته لما السيستم وقع هنا قال الوزاره قالت كل الطلاب ناجحين. وده لا مش بتكلم على مرحله الثانوي، انا بتكلم على النتائج. انا عايز ادخل مع حضراتكم حاجه، ايه رايكم نعمل ده للنقاش في حلقه اخرى؟ احنا النهارده ناقشنا العوده، الحاله النفسيه للطلاب، خلينا نتفق جميعا ان نجتمع على تنظيم الفتره القادمه حتى نتجنب سلبيات الفتره الاولى. انا بس هقول جمله واحده اما اقفل، انا بهني القياده الاساسيه ونجاح الدبلوماسيه المصريه في هذه الايام في علاج المشاكل الخارجيه مع المحيط الخارجي. انا بهنيهم. ما تخليها في المدارس الوقت. لا انا بهنيهم، انا مش قادر نفسي اكلم الراجل كده واحضنه وابوسه. مين؟ الرئيس في الدبلوماسيه المصريه المتبعه هذه الاونه. طيب انا 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 معاك، اعتقد ان كل الشعب المصري بيهني الرئيس في هذه في هذه في هذا الموضوع. بشكر حضراتكم على وجودكم معايا، الاستاذه اميره محمود المتحدث باسم جروب اتحاد امهات مصر للنهوض بالتعليم، الزميل العزيز محمد الصايم نائب رئيس تحرير الجمهوريه رئيس تحرير موقع السبوره التعليمي، بشكرك على وجودك معايا. ولازم نقعد مع بعض مره اخرى في القضايا اللي انت متابعها في التعليم. انا ممكن اقول حاجه ثانيه بس، شكرا للقياده السياسيه لانها اتاحت اكبر ميزانيه للتربيه والتعليم في تاريخها. طيب الاستاذ مندوب الحسيني رئيس جمعيه اصحاب المدارس الخاصه، بشكرك على وجودك معنا وعلى مجهوداتكم التي نتمنى برافو أن تستمر. ده انت هتخلينا كده ننطلق اكتر واكتر. انا عايز اوعدك، انا عايز اشوفك فوق سطوح المدارس الخاصه كلها في الفتره القادمه واخدك زياره أن تراقب. بشكر حضراتكم على المتابعه المدارس والعوده الى المدارس. احنا فتحنا هذا الملف عده مرات وسنستمر في مناقشه هذا الملف كل ما تطلع فيه حاجة جديدة أو كل ما يتطلب الأمر أن ننظر وأن نتحدث مع المسؤولين. نشوفكم بكرة الحياة اليوم.